بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مدرسة أطفال الرمثة النموذجية، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع في درس اليوم شرح الدرس الثاني من وحدة الكهرباء، حيث وهو بعنوان المواد الموصلة والمواد العازلة. وسنتعرف على معنى مواد موصلة وأيضا معنى مواد عازلة، وسنتعرف على أمثلة على كلا النوعين من المواد. قبل ذلك نستذكر مع بعض أجزاء الدارة الكهربائية. قلنا أن الدارة الكهربائية تتكون من بطارية، تمام، مفتاح، مصباح، وأسلاك. وتحدثنا أيضا عن دارة كهربائية مفتوحة، حيث أن أجزاء هذه الدارة غير متصلة، أجزاءها تكون غير متصلة، لذلك لا يضيء المصباح، لأن سريان التيار الكهربائي قد انقطع نتيجة عدم إيصال أو اتصال الأجزاء مع بعضها البعض. أما الدارة الكهربائية المغلقة، فتكون جميع أجزاؤها متصلة، أي أنه لا يوجد انقطاع بين أجزاء الدارة الكهربائية، لذلك يسري التيار الكهربائي في جميع أجزائها، تمام؟ إذن يسري التيار الكهربائي في الدارة الكهربائية المغلقة فيضيء المصباح، تمام؟ طب الآن سنتعرف على المواد الموصلة للتيار الكهربائي. حتى يسري التيار الكهربائي أو ينتقل من مكان إلى آخر، يجب أن ينتقله مادة موصلة. فالمادة الموصلة هي المادة، ركزوا معي يا رابع، التي تسمح للتيار الكهربائي بالمرور خلاله، تمام؟ إذن المادة الموصلة هي المادة التي تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها. إذن هذه المادة التي يمر من خلالها التيار الكهربائي تسمى مادة موصلة للكهرباء، لأنها تسمح للتيار الكهربائي أنه يمر من خلالها وينتقل عبر أجزاء الدارة. مثال، خلينا نشوف مثال على المواد الموصلة. النحاس، الحديد، الفضة، الألمنيوم، وما ننسى الماء. الماء موصل جيد للتيار الكهربائي. وأيضا يا رابع ما تنسى جسم الإنسان، جسم الإنسان ناقل جيد للتيار الكهربائي. إذن هذه المواد وغيرها أيضا الكثير من المواد التي تسمى مواد موصلة، لأنها ببساطة تسمح للتيار الكهربائي أنه يمر من خلالها. الآن عندنا هون مثلا هذا النحاس، لاحظوا هاي أسلاك كهربائية نحاسية، هاي تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها، تمام؟ أيضا عندنا مثلا هذا المعدن ذهب، أيضا ينقل التيار الكهربائي. أيضا الألمنيوم معدن، الحديد، الفضة، بالإضافة للماء. أحيانا كثير بنسمع أنه أو بنصحونا أنه عدم الاقتراب من الأسلاك المكشوفة أو من الكبسات الكهربائية من الإبريز والأيدي مبلولة. ليش؟ لأنه الماء ناقل جيد للتيار الكهربائي. أيضا جسم الإنسان، حتى إحنا إذا بدنا شفنا شخص يتعرض لصاقة كهربائية أو بمعنى آخر يعني ضربة الكهرباء أو لذعة الكهرباء، يجب إذا بدنا ننقذه أن لا نقترب منه ولا نلمسه، نحاول أن نسعفه بأن نمسكه بشيء عازل للكهرباء، مثلا نمسكه قطعة خشب، نمسك قطعة خشب من طرفه وهو يمسك الطرف، ونحاول نسحبه عن مصدر التيار الكهربائي، لأنه جسم الإنسان موصل جيد للتيار الكهربائي. إذن المادة الموصلة هي المادة التي تسمح للتيار الكهربائي بالمرور من خلالها. خلينا نشوف النوع الثاني من المواد. إذن هاي النوع الأول. النوع الثاني هو المواد العازلة، العازلة للتيار الكهربائي، أي التي هي التي
لا تسمح. ماشي يا رابع، هي التي لا تسمح بالتيار الكهربائي بالمرور من خلالها. إذا لاحظوا صار عندي نوعين من المواد، مواد تسمح للتيار الكهربائي بالمرور أن يمر من خلالها تسمى مواد موصلة، ومواد تعتذر لهذا التيار ولا تسمح له بالمرور وذلك تسمى مواد عازلة، أي أنها تعزل التيار الكهربائي ولا تسمح له بالمرور. من هاي المواد الخشب، القماش، البلاستيك، المطاط. تمام؟ إذا هاي المواد كلها تسمح لا تسمح للتيار الكهربائي. مثلا هذا الشريط المطاطي عازل للتيار الكهربائي، أي أنه لا يسمح للتيار الكهربائي أن يمر من خلاله. مثلا هذه المادة الخشبية لا تسمح للتيار الكهربائي أن يمر من خلالها. مثلا هذه المواد البلاستيكية، تمام، لا تسمح للتيار الكهربائي أن يمر من خلالها. مثلا هذا الفلين، هاي مادة فلينية لا تسمح للتيار الكهربائي. أيضا البلاستيك لا يسمح للتيار الكهربائي. مثلا هذه القطعة من القماش أيضا عازلة للتيار، أي أنها لا تسمح للتيار الكهربائي أن يمر من خلالها. إذا مجموعة من المواد تمرر التيار الكهربائي تسمى مواد موصلة، ومجموعة أخرى لا تسمح للتيار أن يمر من خلالها وتسمى مواد عازلة. طبعا خليني هون أوضح أو أنوه إلى خطورة التيار الكهربائي على جسم الإنسان. جسم الإنسان إذا تعرض لمرور التيار الكهربائي فيه فإنه يؤدي إلى إيذائه إيذاء كبيرا أو أحيانا إلى الموت. لذلك يجب علينا أن نحافظ على جسم الإنسان من هذا التيار الكهربائي. كيف؟ إنه مثلا نغطي الأسلاك الكهربائية، لاحظوا هاي أسلاك كهربائية مغطاة بمادة مطاطية، لأنه قبل شوي قلت هون إنه المطاط مادة عادلة، فأنا هون في عندي سلك كهربائي مغطى بمادة مطاطية، هاي المادة المطاطية تمنع وصول التيار الكهربائي، يعني لو أنا مسكت هذا السلك الكهربائي وهو موجود بالبريز بالكهرباء موصول بالكهرباء لا أتعرض لخطر التيار الكهربائي. أيضا لاحظوا هون مثلا هاي مجموعة من الأسلاك الكهربائية، لاحظوا يا رابع كيف أسلاك كهربائية من النحاس موصل للتيار الكهربائي مغطاة بأسلاك كهربائية مغطاة بطبقة من البلاستيك العازل للتيار الكهربائي. تمام؟ إذا حتى أحمي جسم الإنسان من الأسلاك المكشوفة وخطرها بالتيار الكهربائي، لأن هذه الأسلاك تسبب صدمة كهربائية تعرض حياتنا للخطر وللموت، عشان هيك بنغطي هاي المواد بالأسلاك الكهربائية، بنغطيها بأي مادة من هاي المواد مثل البلاستيك أو المطاط بنغطيها فيها حتى تمنع وصول خطر التيار الكهربائي. وأيضا يا رابع في عنا الأجهزة الكهربائية دائما بتحتوي داخل تركيباتها على مواد موصلة وأيضا مواد عازلة، عشان هيك بنستخدم البلاستيك لتغطية القوابس اللي هو البريز، البريز، حتى انه لما نيجي نستخدم هذه الأبريز وهي الكبسات ما نعرض نفسنا لخطر مرور التيار الكهربائي في جسمنا. طبعا هيك بنكون احنا خلصنا من شرح درسنا لليوم. خلينا نحل الأسئلة. بس قبل ما نحل الأسئلة في عندي هون لاحظوا هذا عامل كهرباء يعمل في توصيل الأسلاك وتصليحه وإلى آخره. لاحظوا أنه يرتدي ملابس خاصة لحماية نفسه من خطر التيار الكهربائي، يستخدم مثلا يرتدي قفازات مصنوعة من المطاط، أيضا في أقدامه يلبس بوط أو حذاء من المطاط أو مواد عازلة، أيضا على رأسه خوذة تحميه من خطر التيار الكهربائي. إذا يجب على هذا العامل أن يرتدي مواد عازلة للتيار الكهربائي حتى لا يتعرض لخطر الصدمة بالتيار الكهربائي. ودائما بنستخدم أدوات مثلا الزراديل اللي بقطعوا فيها الأسلاك الكهربائية، دائما بيكون مقبضها وإيدها مصنوعة من المطاط أو البلاستيك حتى تحمي هذا الشخص اللي بيعمل أو بيشتغل بهذا التيار. هلأ في عندي هون سؤال، ما الموصل الكهربائي وما العازل؟ الموصل هو المادة التي تؤدي إلى نقل أو تنقل التيار الكهربائي، العازل الكهربائي المادة التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي. طبعا هون في عندي أتأمل الشكل، أصنف المواد التي أراها في الصورة إلى مواد موصلة ومواد عازلة.
بدي اصنف. لاحظوا مثلا هنا اسلاك كهربائيه مغطاه بطبقه بلاستيكيه، هاي الطبقه البلاستيكيه او المطاطيه مواد عازله. مثلا الاسلاك اللي بداخلها مواد موصله، مثلا هذا القفاز ماده عازله، هذه القطعه بلاستيكيه ماده عازله. مثلا المفك هون داخله قطعتين، هاي هون قطعه بلاستيكيه عازله او مطاطيه، والداخله موجود قطعه معدنيه موصله للتيار الكهربائي. طبعا هيك انا بكون خلصت درس اليوم. في عندي هون مواد موصله ومواد عازله، هذا نشاط لك للبيت. انا بستنى منك انك تعمل هذا النشاط وتقول لي انه تم النشاط. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.